أقول لك أنت عشى أول وبعدين نشرب على راحتنا. ماشي. أبي تحضر لنا سفرة محترمة. شوية مزار، شوية سلطة، على شوية مشاوي. تحت أمرك يا باش. يلا بسرعة. شكرا شكرا. يه 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 الله. أنا هالمرة أول مرة أشوف وجوه جديدة، أول مرة بحياتي أشوف. حلاوتك يا أبو عبد الله يا مكتشف الوجوه الجديدة. شوف يا رضا، شوف الصاروخ اللي قدامك. رضا عسى ما شر، شوفك وقفت. رضا انا بس سيبوه، اوعى سيبوه. رضا اسمعني يا رضا. انت طالع يا صبري. يا فريتا، هو انا مش قلتلك اول ما توصلي تكلميني على طول؟ ماشي يا روحي، هقول ايه؟ الجو تحفه مش زي ما قلتلك بالظبط. شفتي بقى عشان تسمعي كلام مام. يا حبيبتي كلنا كويسين، وشادي زي القمر هيكلمك اهو. بصي بس انا مش لاقيه جنبي، اول ما الاقيه جنبي هخليه يكلمك على طول. انجوي يا حبيبتي، هاف ا نايس تايم، باي يا روحي. ايه بقى مش عايز تكلم اختك ليه؟ مش عايز اكلم حد يا ماما. ليه بس يا حبيبي؟ انت عارف. يوه، موضوع امنيه تاني يا ماما. هو في غيره؟ انا مش مصدقه نفسي. واحد زيك نص بنات البلد تتمنى يا ربي نظره منه، سايب ده كله بيفكر في دي. يا ماما هي ما بقتش تفرق معايا اصلا. انا عمري ما حد قال لي لا قبل كده، مش على اخر زمن بنت زي دي هي اللي هتقولي لا. وليه؟ عشان واد معفن ادوس عليه بجزمتي. هي الخسرانه. لا مش بالبساطه دي. انا مش هقعد لغايه ما اجيب البت دي زحفه لغايه عندي، وانا اللي هقول لها لا. اما الواد المعفن بتاعها ده انا هعلقه، ومش هسيبه لغايه ما يبوس ايدي عشان ارحمه. ممكن تسيب انكل فاضل يتصرف. انكل فاضل قال جم هنا اهو، ادوا له على قفاه قدام الدنيا كلها، عارف يعمل حاجه معاهم. عيب يا شادي تتكلم على انكل فاضل بالطريقه دي. بقول لك ايه، انكل فاضل خد فرصته خلاص، انا بقى اللي هتصرف. طب اهدى يا حبيبي اهدى، ممكن تسيب مامي تتصرف. تاني تقولي اهدى وما تعملش حاجه، وفي الاخر خلاص ما بتعملوش انتوا اي حاجه. مامي لما بتحط حاجه في دماغها بتعملها زي ما هي عايزه بالظبط. هتعمل ايه؟ لا اعمل ايه بقى، دي بتاعتي انا. انت مش عايزها تجيلك هنا زحفه؟ خلاص مامي يا روحي هتجيبها لك. ماشي. انا اللي غلطانه يا ماما، انا اللي غلطانه واستاهل كل اللي رضا عمله فيا. رضا عنده حق. عنده حق ده ايه؟ ده اتجن. طب مش يسأل الأول يعرف؟ هو كل واحد لقى مراته بتغني يرمي عليها يمين الطلاق؟ هي الرجالة اتهبلت ولا ايه؟ يا ماما انت عارفة أبي رضا موت وسمه اللي يعمل حاجة من وراه. قلتلك نقول له قلتلي لأ. بس يا بنت انت، طب والمتنيل على عينه اللي اسمه عاطف ما تكلمش معاه ليه؟ ما فهموش ليه؟ ما عقلوش ليه؟ عاطف ملحقش انت يا خالتي. رضا راح تمام في زمارية رقبته لحد ما الواد كان هيموت في ايديه، وبعد كده قال له انا مش عايز اشوف وشك تاني ولا تقوم ناحيه البيت. يا لهوي، يعني انت تطلقي وانا وعاطف نروح في الرجلين؟ لا كده يا صابرين. طب معلش يا ماما انا همشي، انا خلاص قعدتي في البيت انا مبقاش ليها لازمه. رايحه فين يا صابرين؟ استني بس يا حبيبتي. طب استنى لما اتكلم معاك. معلش بعدين يا ماما. طب اهدي بس. هو ايه اللي جبرنا ده بس يا رب؟ هو البخور اللي ببخر بيه طلع مضروب ولا ايه؟ ايه العكوسات دي كلها؟ فهمي كان عايز يسيب الكلية، ورضا طلق صبري، وانت جوازتك متنيلة من المتنيل عاطف. ايه يا رب اللي بيجرالنا ده كله؟ اعمل ايه بس؟ ايه ده يا ماما انت بتشربي سجاير؟ ايوه يا اختي بتنيل اشرب سجاير. ما انتوا اللي عاشركوا لازم يشرب بانجو يا اختي، كتكوستين نيلة. طب افرضي ابي رضا عارف بقى دلوقتي. نعم يا اختي، انت بتهدديني يا بنت؟ ايه عايزه تروحي تقولي له يعني ولا ايه؟ اه تريكي عماله تبخري وتملي الشقه بخور عشان تداري على عاملتك. عاملتي؟ يا لهوي امشي انت من هنا تحت دماغي. امشي ده تكسبتي النيله. يا الهم
كتكول قرف. عجبك كده يا عبدو؟ فلسعت انت ومرتاح هناك وسيبنا انا للهم هنا؟ ومالك يا اخويا بتبص لي كده ليه؟ مش عاجبك ان انا بشرب سجاير؟ ده بهو السلام عليكم. ازيك يا نادي؟ عليكم السلام. ازيك انت يا رضا؟ خير؟ ايه اللي جابك؟ انت مش نبشتك بكره؟ في حاجه حصلت؟ هي بكره فعلا، بس انا مخنوق شويه كده ومش عايز اروح انام في البيت، قلت اجي انام هنا في المستشفى. ليه بس؟ كفى الله الشر. ما تشغليش بالك انت، يلا بالاذن. سلام. طب تعالى يا رضا، بسم الله معايا. والله مانيه نفسي كل، انت ما تشغليش بالك. وانت نبطشيه لوحدك النهارده ولا ايه؟ لا، معايا شوقي بيه، بس خرج يجيب حاجة ومن ساعتها مرجعش. لا طالما معاكي شوقي بيه يبقى اعتبري نفسك لوحدك. عموما لو احتاجت اي حاجة اندهيلي، حاجة اقف مكانك عشان ما تسيبيش الدور لوحده. يا عم انت في ايه ولا في ايه؟ ما تشيلش انت هم، انا هعدله هنا لحد ما يرجع. ماشي، يلا تصبح على خير. رضا سيبها على الله، تبقى نار تصبح رمان. يلا اعملوا لكم همه شويه. ها ايه رايك كده عم فرمان؟ كده كله تمام، بس عايزك بقى اول ما يخلصوا تسليف العربيه تغطوها كلها بالكروم. عايز اي حد يشوف العربيه يقول دي عربيه خضار وراح توزع، مفهوم؟ تؤمر يا عمنا. يلا امسك يا ابني امسك، يلا 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 عشان نلحق الليل. يلا يا رجاله. بركة يا جامع، ده ربنا بيحبك إنها جت منه. أنا مش عارفة أنت كنت معاشرة الناس الواطية دول إزاي. ده أبوكي لما يعرف هيطير من الفرحة أكنه خد إفراج. أنا كل اللي حاسس في نفسي إنه رضا بيشك فيا، ده حاسسني إنه قفشني في وضع مخل. طول عمري أقول لك عليه إنه ناقص، ما كنتش بتصدقيني. أدي ربنا وراكي عشان تسمعي الكلام. ركزي في حالك وفي شغلك، هو اللي بقيلك. شغل إيه بس؟ أنا مش رايحة الشغل ده تاني. ليه؟ حصل حاجة تاني من المخفي ده؟ أنا اتشقمت بالمكان ومش عايزة أدخل. تبقي عبيطة وما استفدتيش حاجة من اللي حصل لك. وأنتي أولى بالقرشين اللي هيطلعوا لك من الشغلانة دي، وبعدين ده أنتي كان منى عينك تغني. أنا خلاص كرهت الغنى والمزيكا، هما اللي كانوا السبب في طلاقي من رضا. طب على الأقل روح هاتي القرشين اللي اشتغلتي بيهم، ولا هتسيبيهم لصاحب المحل؟ ما هو مش موت وخرب ديار. صدق وتؤمن بالله رضا؟ لا اله الا الله. مش انا ظابط وعندي قواضي وهم ما يتلم، والبيت فيه مدام وعيال؟ بعد كل ده بنام احلم بيك انت؟ طب احمد ربنا بقى يا باشا ان انت ما بتحلمش احلام زي اللي انا بحلم بيها. بعيد عنك حاجه رعب. وبعيد عني ليه؟ ما هو عندي اهو. هو انا لما احلم بيك ما يبقاش رعب؟ وايه الرعب في كده يا باشا؟ كفايه ان انا بشوفك وانا صاحي يا رضا، هيبقى وانا صاحي وانا نايم. ارحم امي بقى. يعني هو ذنبي يا باشا
ده انا جاي وجايب لك بلاغ لوز. بلاغ لوز؟ حرامية يا باشا، شوية حرامية وشغالين عندنا في المستشفى بيتاجروا في النفايات الطبية، لسه محملين حالا عربية واتحركوا بيها بالمستشفى، وانا صورت لك كل حاجة يا باشا ومسجلها لك هنا على الموبايل اهو، وسمعت ان هما متحركين على المريوطية. الو عمليات عربية نقل برقم 8429 لام سين خارجة من مستشفى الشعب ومتجهة على شارع المريوطية. ومحملة كرومب يا باشا. ومحملة انت جاي تبلغ عن نقل الكرومب يا رضا؟ للتمويه، الكرومب ده للتمويه يا باشا، النفايات الطبية موجودة تحت الكرومب. العربية محملة كرومب يا فندم. محملة كرومب للتمويه ساعتك، النفايات تحت الكرومب ان شاء الله. كرومب؟ انت متأكد يا رضا؟ عيب يا باشا، هتشوف بنفسك. انا حاسس ان انا اتسرعت. انا كل اللي يهمني يا تونة انك تعرفي ان الموضوع امنية وشديدة لا يمكن يأثر علاقتنا ببعض. انت بالنسبة لي اخت، مفيش حاجة ممكن تغير ده. يا شيري انت مش متخيلة انت ريحتيني بالكلمتين دول ازاي. انا كنت محتارة ومش عارفة اقولك ايه. مرسي، ما تقوليش اي حاجة لاني عرفت كل حاجة. عرفتي؟ عرفتي ايه؟ انا لاحظت في الفرح ان امنيه واقفه مع الولد اللي اسمه فهمي ده طول الوقت، ده غير ان شادي قال لي انه سمع في الكليه انهم مرتبطين. شادي كمان عرف؟ مش مهم بقى مين عرف ومين ما عرفش يا تونة، الدنيا كلها هتعرف، هي حاجه زي دي هتستخبى. عندك حق تونة، امنيه بالنسبه لي مش مجرد عروسه لشادي، دي بنتي زي نصلي بالظبط، وعشان كده لازم تعرفي ان الناس دول مش ولاد اخو فاضل زي ما بيقولوا، دول مجرد قرايب، وفاضل كان بيساعد ابوهم فصدقوا نفسهم. اي سوير تو جاد اني قلت لمراد مش ممكن دول يكون ولاد اخو فاضل. شفتي عملوا ايه في الفرح؟ كل ده عشان فاضل بطل يساعدهم لما مامتهم جت الفيلا وقالت ادبها عليه، ما انت كنتي موجوده وشايفه. يا نهاري، الست الفالجر دي مامتهم؟ دي بقى اللي هتبقى حماه بنتك، شفتي المستوى اللي هي هتعيش فيه؟ انا مش عارفه اعمل ايه يا شيري، انت مش غريبه، بس انا معرفت مسكتش، اتخانقت معاها ومع مراد، بس شيز فيري ستابرن ودماغها ناشفه زي بنات اليومين دول. لا 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 لا، الموضوع ده ميجيش بالخناق خالص، الخناق هيخليها تعند اكتر. امنيه لسه صغيره وعايشه قصه حب، مش شايفه ابعد منها. امال اسيبها كده لغايه ما الاقي الناس الزباله دول داخلين عليا البيت؟ لا طبعا، بس اول حاجه مش عايزاكي تضغطي عليها، احنا لازم نعرفها حقيقه الناس دول ومستوى الرديء اللي هي ممكن تعيش فيه، وشويه شويه نبعدهم عن بعض من غير ما نضغط عليها ولا نخش في صدام معاها. طب ونعملها ازاي دي؟ الموضوع ده عايز تفكير على رواقه، طالما انا وانتي متفقين سيبيلي بقى الموضوع ده. حمد لله على السلام. ايه ده انت صحيتي؟ انا قلت هرجع عليكي لسه نايمه. لا يا عين امك، انا ما نمتش من امبارح مستنياك وما كنتش عارفه انت راجع امتى، وكلمتك على تليفونك لقيته مقفول. هي لحقت قالت لك؟ اه قالت لي. وهي ليها من غيري تقول له؟ حليمة، أنا راجع تعبان وماليش مزاج أتكلم في الموضوع ده. لا هتتكلم يا رضا، بمزاجك ولا غصب عنك هتتكلم. أنت ما بقتش عيل صغير عشان تجري وتستخبى لما تكون عامل حاجة غلط. غلط؟ وإيه الغلط بقى اللي أنا عملته؟ أمال تسمي طلاقك من صابرين ده إيه؟ هي ما قالتلكيش أنا طلقتها فين؟ لا يا حبيبي قالت لي، وقالت لي حتى قبل ما تطلقها. قبل ما طلقها يعني ايه؟ صابرين جات لي وقالت لي انها عايزه تشتغل، وانا اللي شجعتها وقوتها وقلت لها تروح. يعني لو عايز تزعل يبقى تزعل من امك. لا بقول لك ايه يا حليمه، ما تحطيش نفسك معاها في كفه واحده عشان تهوني اللي هي عملته. يا ابني ما هي عملت كل ده عشانك، عشان تساعدك انها تلم مقدم الشقه عشان تتجوزوا وتخلصوا بقى. وانا ما طلبتش منها مساعده. يا اخويا بلاش انعره كذابه، ما احنا عارفين كل حاجه. كنت هجيب المبلغ ده كله منين؟ ان شاء الله مع انه جه يا حليمه، ده مش مبرر انها تروح تشتغل في كباريه وتسهر وتغني على شويه ناس سكرانه. يا ابني هي اللي قدرت عليه، وكانت عايزه تقول لك كذا مره بس كانت خايفه منك. تقوم تروح من ورايا؟ يا رضا دي بنت غلبانه وبتحبك. بقول لك يا ماما، صابرين خانتني وانا عمري ما هسامحها. خانتك ده ايه يا رضا؟ ايه الكلام الكبير ده؟ عيب يا ابني،
اللي يسمعك كده يقول ايه؟ يقول اللي يقوله، مش هيبقى اكتر من اللي هيقولوه لما يعرفوا ان مراتي شغالة في كباريه. اسمع بس كلام امك يا رضا وما تبقاش كده. حليمة. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. وانت كنت فين انت كمان؟ انا كنت بدور على عاطف، رحت له سألت عليه في البيت اللي ساكن فيه ما لقيتهوش، وسألت عليه في الكوافير ما لقيتهوش. تاني عاطف يا نسمة؟ انا قلت مش عايز اسمع اسم الواد ده تاني. ليه يا ابي؟ هو كان عمل ايه عشان كل ده؟ هو ايه اللي عمل ايه؟ ياخد مراتي من ورايا ويروح يشغلها في كباريه وتقولي لي عمل ايه؟ طب والله العظيم يا ابي عاطف ملهوش دعوه بشغل صابرين خالص. يا ابني انا اللي قلت له يروح معاها. ايوه يروح معاها كايه بقى بالظبط؟ يروح معاها زي اخوها عشان يحميها ويحافظ عليها ويساعدها ويساعدك. يا دي ام المساعده اللي كلكم طالعين لي فيها، خلاص كل الناس بقت عايزه تساعدني دلوقتي. طب ما تعملوا لي اعلان في التلفزيون وتريحوني. انا اسمي رضا، معيش مقدم الشقة اللي هتجوز فيها، من فضلك ساعدني اتبرع ولو بجنيه. ارتحتي كده؟ لا بقى يا رضا، كده الكلام ما بقاش نافع معاك خالص. ايوة يا امي مش نافع، ويا ريت بقى تكبروا دماغكم من الحوار ده ومحدش يفاتحني فيه، والاتنين دول بالذات مش عايز اسمع اسمهم تاني. شفت يا اختي تنجل انت كمان، تاخدي الاشعاعات دي تطلع بيها قسم العظام تديها للدكتور محمد. يلا روح انت روح. ايه الاخبار؟ النيابه اديتهم 45 يوم، شكلها كده لابسهم لابسهم. بس بصراحه الواد حمد طلع رجوله، ما جابش سيرتك في التحقيق ولا كلمه يا عمنا. لما هيكلمني من البوليس عرف ازاي؟ مع ان العربيه طالعه بالليل يعني ما حدش شافها ومتحبيه كروم. أكيد في إخبارية، هم يخليهم يجيبوا العربية عليها وطية ويفتشوا كيس كيس عشان يعرفوا فيه إيه، يبقى أكيد متبلغين. هو مفيش غيره. اللي هو مين؟ رضا. ما أنت رضا إيه؟ بالك كانت نبطشيتك أنت مش نبطشيت رضا. ما أنا لما خلصت طلعت فوق لنادي علشان أكمل نبطشياتي، لقيتها بتقول لي رضا جه النهاردة يبات في المستشفى. بدور عليه في الأوضة ما لقيتوش، يبقى إيه؟ معقول يكون رضا هو اللي عملها؟ انت مراقبنا ولا ايه الواد ده؟ ايه؟ بتقول ايه؟ طلعها؟ ابوسك يا وش السعد والهنا. صدقني انا حاسس دلوقتي ان انا واخد افراج، وكنت متاكد ان الواد الواطي ده هيعمل معاها الدنيئه. المهم اديته خبر للمعلم سليمان. امال ايه؟ كلمته وقلت له كان هيطير من الفرحه. اسمعي يا جمالات، انا عايزك بقى تاخد البنت صابرين وتروحي تقعدي عند امك في البلد. انت عارفه الباب قصاد الباب والواد واقف لها كده على طول، خايف يرجع يغني لها ويلغيها قلبها يعين، ويبقى ما عملناش حاجه. بلد ايه يا اخويا؟ بنتك بتشتغل مش فاضي. بس يبقى بقى من حكايه المدرسه ووجع القلب اللي ما يجيبش ثمنه ده، بتجي لها الراجل اللي هيسددها ويخليها برنسيسة لازمته ايه الشغل ووجع الدماغ؟ مدرسة؟ مدرسة ايه يا اخويا؟ بنتك بتغني في كباريه. ايه؟ صابرين بتغني في كباريه؟ بنت يا ناس بتغني في كباريه ودايرة في الكباريهات، وانا قاعد هنا متكتف ومش قادر اعمل حاجة. رحمتك يا رب. رحمتك يا رب. بنتك يا اخويا بتغني ساعتين في الليلة بتاخد 1000 جنيه. كم؟ بتاخد 1000 جنيه في الليلة؟ ومش سهلة في ابوها؟ دي ما عبرتنيش بكيس كنتالوب من ساعة ما اتسجنت. شفت يا جمالات عقوق الوالدين؟ يوه، وبعدين معاكي بقى يا ستي؟ عايزة تمشي ما تمشي وانا منعي. انا مش عارف ايه المطلوب مني، انا مش فاهم. المطلوب منك تديني فلوس اليومين اللي اشتغلتهم. يومين؟ يومين ايه؟ لكن انت فاكره لسه قبل انك في المدرسه بتتحاسب بالحصه؟ لا، احنا هنا بقى ما بنتحاسبش باليوم. بس ده حقي. حقك يا ابلة لما تعملي اللي عليكي، انما تجيلي واحنا لسه بنبتدي وبنقول يا هادي وتقولي عايز امشي، ده كلام برضو. يعني ايه؟ يعني الفلوس كده راحت عليا؟ محدش قال الكلام ده يا ابلة، ولعلمك انا ما باكلش حق حد، بس بفكرك. انت لما جيتيلي قلتيلي هشتغل وهغني عندكم شهر عشان عندي ظروف خاصه، وانا قلت ماشي يعني ما قصرتش،
قلت لي كمان انا عايز اغني بدري واروح بدري. قلت يا دو ماله، بطحت لي زبون من اهم زباين المحل، وعشان الراجل قلبه طيب سامع في حقه. قشطه، يعني انا كده يا بنت الناس ما قصرتش معاك في حاجه. تيجي لي بقى النهارده وتقولي عايزه فلوس، اقول لك اسف مالكيش عندي فلوس. انت ماضيه معايا عقد شهر، تكملي الشهر تاخدي فلوسي الكامله على داير المليم، ما تكمليش الشهر يا حلوه يبقى مالكيش عندي حاجه. ريح مار، انت كده هتكسر الازايز. راح شن ماشي. ايه يا رضا؟ مالك الليله دي؟ فيه ايه؟ مفيش يا دكتور. مفيش؟ مفيش ازاي يا راجل؟ هو انا عارفك امبارح ولا ايه؟ زهقت يا دكتور، تعبت، الدنيا كل شويه عماله تديني فوق دماغي، وزي ما يكون الموضوع عاجبها او دماغي بقت على هواها، ما بقاش وراها غيري. لا ده انت مش طبيعي. هو في حاجه حصلت يا رضا؟ أنا طلقت صبرين. إيه؟ معقولة؟ معقولة يا رضا؟ بعد عشرة السنين دي كلها تطلقها؟ لا إله إلا الله. هو كده بقى اللي حصل يا دكتور. هو أصلاً الجوازة دي كانت مع قرابة مش سالكة. أستأذنك أرد على التليفون؟ اتفضل. ألو؟ يا شيخ عبد الله. أهو اللي حصل بقى يا شيخ عبد الله. لا لا خلاص، ما انا ما بقتش محتاجهم، والله ما محتاجهم، ربنا يخليك ليا. شكرا من عينيا. حاضر، هعدي عليك والله. يلا سلام. شوف يا رضا، احنا هيبقى لنا قاعده مع بعض تاني. ها انت واضح انك الليله دي مش عايز تتكلم، وانا مش هضغط عليك. ان شاء الله يا دكتور. طيب انا هروح، لو انت عاوز تقفل بدري وتروح اقفل، لان واضح كده ان الجو هادي ومفيش زباين. لا ما تشغلش بال حضرتك يا دكتور، روح انت وانا سهران في الصيدليه دلوقتي. طيب تصبح على خير. انت من اهله يا دكتور. سلام. عامله لك شويه باميه، هتاكلي صابعك وراهم. قومي كلي يلا. شيلي الاكل ده يا جماليت، انا مش قادره. والنبي ما يحصل، انت ما اكلتيش حاجه من الصبح يا حبيبتي. اسمعي كلامي، كله بيقول يلا نفسي. بقول لك مش قادره. لا 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 لا، لازم تقدري عشان عندك شغل بالليل. شغل ايه؟ انا مش رايحه الشغل. يعني ايه والفلوس تروح عليكي؟ ما تروح في داهيه. مين تروح وفي داهيه؟ وابوكي اللي عايز فلوس قد كده عشان نقوم له محامي، والبيت ده اللي عايز مصاريف. وبعدين يعني ايه؟ جات لنا نعمه ما نرفسهاش برجلين، وكل ده عشان ايه؟ عشان واحد باعك ورماكي وما قدرش تعبك؟ انا مش بسيب الشغل عشان حد، انا بسيب الشغل لاني مش مرتاحه فيه. يا ستي معلش، كملي الشهر ده بالطول والعرض وخدي فلوسك، وبعد كده سيبها له مخدره. لو سمحت عاوز شامبو بالكرياتين عشان فتله شعري نشفت خالص. بتقصف حضرتك، هتلاقي عندك على الرف. بابا من فضلك. مفيش بابا، انا جاي النهارده كزبون مش اكتر. بقول لك ايه يا بابا، انا شايل هم الدنيا كلها فوق دماغي، مش ناقص كمان حضرتك تيجي تكمل عليا. انا قلت اللي عندي، لسانك ما يخاطبش لساني. ثم ايه الاسعار اللي عندكم دي؟ انا فاكر كويس قوي من 20 سنه كنت بجيب الشامبو ده لحليمه بجنيه واحد، يكونش سعر الكرتونه من سعر الواحده في ايامكم الهباب دي. بقول لك يا بابا، انا عندي استعداد اوافق ان كل الدنيا كلها تزعل مني الا حضرتك. يا خساره تربيتي فيك، انت ولد اهوج وطايش. يا ريت يا اخي امك لما كانت والدتك كانت قالت عليك فطستك وخلصنا. ايه يا بابا دخلت عادل ادهم اللي انت داخل لي بيها دي؟ هو انا عملت ايه يعني لكل ده؟ طلقت البنت الغلبانه ليه؟ البنت دي طلقتها ليه؟ ايه اللي خلاك تطلقها؟ بص يا بابا، هي كانت عملت ايه؟ انا هقول لك. عملت ايه البنت دي؟ والله العظيم البنت دي كانت عملت يا ايه؟ يا بابا في جمله لازم ارد بيها. انت عندك جمله؟ اه والله يا حبيبي. سوري اتفضل. يعني ايه طلقتها ليه؟ بقول لك ماسكها في كباريه، لو ما كنتش طلقتها ساعتها هطلقها امتى؟ في قاضي في الدنيا بيحكم على متهم على بيسمع دفاعه. اسمع ايه؟ اسمع ايه بس يا بابا؟ بقول لك قفشها في كباريه. انت لو كنت بتربي كنت تديني ظهرك وانت بتكلمني؟ دماغك القذره وافكارك السيئه هي اللي خلتك تظلم البنت دي وتشك فيها. اشك فيها؟ اشك فيها؟
بقول لك قفشها بتغني في كباريه. يعني انت يا بابا مثلا، يعني لو كنت قفشت ماما حليمه وهي بتغني في كباريه كنت هتعمل ايه؟ على حسب الغنى. هل غناها في مجون؟ هل غناها في خلاعه؟ ولا بتغني غنى محترم ورصين؟ هو ايه اللي غنى محترم ورصين؟ هو انا حلمي بكر؟ انت الطول تبع حلمي بكر، مع انك في الكتير منه. انت بطلش يا حبيبي تبقى كتكوت الامير. مين كتكوت الامير؟ سوري، كتكوت ده كان على ايامنا احنا، دلوقتي زمانه كبر وبقى فرخه او ديك. ها ده انت جاي تهزر بقى في الحلم. انت جات عليا؟ ما انت طول الوقت بتهزر. انت ما كنتش بتهزر، كنت ترمي اليمين على البنت الغلبانه دي اللي راحت تشتغل عشان تساعدك. برضه يا بابا كانت تيجي تقول لي مش تروح تشتغل من ورايا. هي لو كده قالت لك كنت هتوافق؟ لا طبعا. شفت؟ عشان كده راحت اشتغلت من غير ما تقول لك. لكن تفتكر لو جمعت فلوس كانت هتعمل ايه؟ مش عارف بقى بصراحه. لا عارف، وعارف كويس كمان. اكيد كانت هتقول لك، ولا كانت هتجمع المبلغ وتروح تدفعه من وراك. يا بابا صدقني انا خلاص انا مش عايز الشامبو ده، خليه لك انت تغسل بيه دماغك بالافكار الزباله دي. من غير سلام. من غير سلام يا دكتور. تاني دكتور؟ تاني دكتور؟ والله العظيم تمرجي. ايه؟ تمرجي؟ طب لو سمحت بقى عشان عايزين نقفل. اقفل انت، انا لازم اكمل. حسبي الله ونعم الوكيل. والله غصب عني يا بابا. تمرجي يا رب حيتني لليوم ده. حيتني؟ ايوه. وانا ناقص لخبطه. بسم الله الرحمن الرحيم. بسم الله الرحمن الرحيم. استغفر الله العظيم يا رب. حتى انت كمان يا بابا الله يرحمه.